الاستفزازات المتكررة لميليشيات البوليزاريو داخل المنطقة العازلة لعرقلة حركة المرور بين المغرب والجارة موريتانيا عبر الجرجيرات تتجدد كلما اقترب موعد تمديد الأمم المتحدة لمهام بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، حيث تلجأ البوليزاريو كل سنة لانتهاج أساليب قطاع الطرق في محاولة يائسة لتغيير الوضع القائم وصرف الأنظار عن أزمتها الداخلية في المخيمات. ففي عامي 2016 و2017 عمدت عناصر البوليزاريو في محاولات باءت بالفشل إلى عرقلة الحركة التجارية المتوجهة من معبر الجرجيرات نحو موريتانيا قبل صدور قرار مجلس الأمن الذي يطالب عناصر البوليزاريو بالانسحاب الكامل وبدون شروط من منطقة الجرجيرات. التقرير ذاته تضمن قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار تواجد عناصر مسلحة من البوليزاريو بهذه المنطقة. التحركات المشبوهة للميليشيات المسلحة داخل المنطقة العازلة عادت مجددا في أبريل 2018 قبل أسابيع قليلة من صدور القرار الأممي بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي أكد مرة أخرى على مطالبة عناصر البوليزاريو بالانسحاب الفوري من المنطقة العازلة، مبديا قلقه بشأن تواجد عناصر تابعة للبوليزاريو في منطقة الجرجيرات. مسلسل الاستفزازات اليائسة تجدد في أكتوبر من السنة ذاتها قبل أن يعود مجلس الأمن ويصدر قرارا جديدا يطالب البوليزاريو صراحة بوضع حد لهذه الأعمال والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرض استقرار المنطقة للخطر. أفعال العصابات التي اقترفها قطاع الطرق من البوليزاريو تكررت سنة 2019، وما كان من الأمم المتحدة إلا أن حسمت مجددا الأمر بالدعوة إلى عدم عرقلة حركة المرور المدني والتجاري والمطالبة من الامتناع عن القيام بأي أعمال متعمدة في الجرجيرات. وفي نوفمبر من العام 2020 كان المغرب حاسما وحازما، فبعد 3 أسابيع من الإغلاق المتعمد لحركة التنقل بين المملكة وموريتانيا في المنطقة العازلة للجرجيرات، قرر المغرب التحرك من أجل استعادة وتأمين حرية تنقل البضائع والأفراد. تأمين المغرب لحركة المرور تم من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحزام أمني بتعليمات سامية من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.